يواصل معرض الكتاب فعالياته بمحافظة بورسعيد في نسخته السابعة بمشاركة 55 ناشرة. على أنغام السمسمية وفرقة للفنون الشعبية، تشهد محافظة بورسعيد سيمفونية ثقافية بديعة بافتتاح معرض بورسعيد للكتاب في نسخته السابعة، وذلك بمقره أمام المركز الثقافي في شارع طرح البحر ببورسعيد. الافتتاح شهد عدداً من الفقرات الفنية، أبرزها فرقة الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم. معرض بورسعيد أول معرض من المعارض الصيفية اللي في المحافظات، هناك حرص على أن يتواجد الكتاب مع كل مصيفين وأبناء المحافظات الساحلية مع بداية فصل الصيف. معرض بورسعيد للكتاب بالتأكيد السنة السابعة، محافظة متميزة لها تاريخ كبير من النضال، بالإضافة إلى تميزها بأن لديها العديد من الكتاب والمثقفين والمفكرين والإعلاميين والصحفيين من أبناء محافظة بورسعيد الذين يعيشون داخل المحافظة وممن هم من خارج المحافظة، ولذلك بورسعيد حالة متميزة تعبر عن تنوع الثقافة المصري ونسيج الثقافة المصرية. محافظ بورسعيد محب حبشي تفقد أقسام المعرض واطلع على الأنواع المختلفة من الكتب التي يتم عرضها، مشيداً بمستوى تنفيذ المعرض والذي يساهم في نشر المعرفة بين جموع المواطنين. ندعو كل حبايبنا في مصر وبورسعيد بالتحديد حضور المعرض السابع للكتاب في بورسعيد. الحمد لله احنا منذ حصولنا على بورسعيد عاصمة الثقافة فكنا بتبقى في معارض وبعض الفعاليات الثقافية، لان ثبتنا معرض بورسعيد للكتاب من اول دورة شافوا من الاقبال الجماهيري الغير عادي، فكل دور النشر الحمد لله اتشجعت وجيت هنا بورسعيد وبقت بتتسارع على حجز اماكنها مع الهيئة العامة المصرية للكتاب، وده الواضح الحمد لله النهاردة نفتح الدورة السابعة للكتاب. ولا تكتفي بورسعيد بكونها مدينة باسلة ضربت المثل والقدوة في الحماس والشعلة الوطنية منذ الاحتلال البريطاني وحتى العدوان الثلاثي بعد الاستقلال، وإنما أرادت أن تتقلد وسام الثقافة بهذه الفعالية لنشر المعرفة والوعي بين أبناء المحافظة. بداية معرض الكتاب في بورسعيد، في أكتر من دار نشر، في كتاب من بورسعيد نازلين وبيعرضوا كتبهم، وفي كتب لأول مرة بتنزل المعرض. المعرض مناسب جدا لكل الاعمار. احنا مبسوطين اصلا عندنا في بورسعيد معرض كتاب حلو بالشكل دوت، يعني في كمان يعني في كذا حد ناشر من بورسعيد كمان، يعني عرفت ان في اكتر من دار هنا فيها ناس من بورسعيد، فدي حاجه احنا فخورين بيها جدا كبورسعيديه. يعني في كمان ميزه حلوه قوي ان المعرض تقريبا مغطي كل الثقافات، يعني سواء اطفال او كبار، الناس اللي بتحب الروايات. حقيقة المعرض بنسخته الدوريه في محافظه بورسعيد حاجه تشرف، وحاجه الحقيقه المره دي بتتميز بتواجد عدد من الكتاب الشباب بمعرض الكتاب. بشارك النهارده في معرض، يمكن دي سادس مره في المعرض، فرحانه جدا بالمعرض، كل سنه حريصه ان انا اشارك في المعرض. الكتب، تنوع الكتب واهميتها حقيقي شيء اساسي في بورسعيد. كتاب انا عملته كتاب تعافي، أول تجربة فردية ليا، ده مش أول معرض يشارك فيه، ده كان شارك في معرض القاهرة الدولي، وكانت تجربة كويسة بالنسبة ليا وحققت وتعرفت بسببها، يعني كانت نتيجة كويسة. مشاركة السنة دي برواية القدر الذي صنعته أنا، هي بتتكلم عن فكرة القدر وإن احنا إزاي نتغلب عليه، وفكرة إن احنا نتغلب عن حاجة صدمتنا أو كده بطريقة فانتازية شوية.